مرة قابلت الشاب فلقيته راسب كده صورة، مش صورة، رمز كده معين على التيشيرت بتاعه. فبقول له ايه ده؟ قال لي مش عارف الشيخ ده ايه ده؟ قلت له لا ما اعرفش. قال لي ده كيوبيد. قلت له ايه كيوبيد ده؟ مبيد حشري. قال لا ده اله الحب. قلت له اله الحب؟ الحب بقى ليه اله؟ قال لي اه. خد بالك؟ لا والطامة الكبرى بقى ان احنا جايين يوم 14/2، يعني بعد حوالي 5 ايام عيد الحب. فالنتاين. فالنتاين دي. اه خد بالك؟ اه يقول لك شيخ محمود بيتكلم انجليزي، ما هو احد المشايخ بيسالوه بيقولوا له هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال لهم نو. واخد بالك يعني؟ فايه؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الفالنتاين دي، ايه الفالنتاين ده؟ ليه قصه على فكره لذيذه جدا. ان كان في العصر الروماني الامبراطور الروماني كان اي واحده تولد كان يامر الجنود بتوعه ياخدوا الطفل المولود ده ويحطوه فوق الجبل ليله كامله. فلو مات يبقى خلاص اهو مات وخلص منه. ولو ما ماتش يقول لك بس يبقى الطفل دوت قوي ويتحمل انه لما يكبر يكون محارب، يقدر يحارب مع الدولة الرومانية ويقدر ينتصر للدولة الرومانية. فضلوا على كده فترة كبيرة حتى ما قدر ان هو ينتقي عدد كبير جدا من المحاربين، وراح محرم عليهم الجواز. ليه؟ عشان ما يشغلهمش عن الحرب والقتال والكلام ده كله. لكن فطرة الإنسان، الرجل مفطور على حب المرأة في الحلال والمرأة مفطورة على حب الرجل في الحلال. ما قدرش الشاب منهم اللي هو المقاتل دوت ما قدرش يستغنى عن ان هو لازم يكون ليه واحدة يعني يستمتع بها في الحلال، لكن ما قدرش يوصل للحلال دوت. فابتدوا يروحوا لواحد اسمه القديس فالنتاين. قالوا له الامبراطور الروماني حرم علينا الزواج، طب نعمل ايه؟ قال لهم بسيطة، تعالوا لي في الكنيسة سرا انا اجوز كل واحد من العشيقة بتاعته اللي بيحبها وتخلصوا الموضوع ونلم شمل ده على ده. مين اللي علم بالموضوع دوت؟ اللي علم الامبراطور الروماني. قال له بقى انت تعمل كده من وراي، راح واخد القديس دوت فالنتاين وراح ايه وراح قتله. فلما قتله اخذ الناس في الامبراطورية الرومانية يحتفلون بيوم قتلوا. امتى قتلوا؟ يوم 14/2 14 فبراير. فبدأوا يحتفلوا بعيد الحب لأن القديس أو لأن السانت فالنتاين دوت، واخد بال حضرتك، دوت ضحى بحياته كلها عشان خاطر الحبيبة. فقالوا بس لابد نعمله إيه؟ عيد الحب. فبدأوا يحتفلوا بعيد الحب وبدأوا يهدوا لبعض قلوب حمراء وورود حمراء ويعملوا عيد الحب عشان خاطر القديس فالنتاين. هل يجوز يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، هل يجوز ان هو دول بيحتفلوا بالقديس فالنتاين، احنا كمسلمين يا خديجة يا عائشة ويا احمد يا محمد ويا عبد الله، يجوز ان احنا نحتفل بالقديس فالنتاين ونحن نجيب لبعض قلوب حمراء وورود حمراء؟ الكلام ده يا شباب ما يجوز. الله يبارك فيكم. خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند أبي داود بسند صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. خد بالك أخوي وحبيبي، وخد بالك أخت الفاضلة، لينا عيدين، لينا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولينا عيد أسبوع يوم الجمعة، ولينا أفراح كل يوم بطاعة ربنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أنا بعتبر يوم الثلاث ده عيد لينا بفضل الله سبحانه وتعالى إن احنا نلتقي على محبة ربنا وعلى محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم، احذروا يا شباب المسلمين من الاحتفال بالفالنتاين دي. ودين قلت لكم القصة، اللي عايز يحتفل بالقديس فالنتاين انا عايز اقول له يعني لما تقابل النبي يوم القيامه على الحوض ويقول لك احتفلت بالقديس فالنتاين وما احتفلتش بسنتي، هتقول له ايه؟